خليني اقف عند نقطتين من اللي قالهم، مع انه نقف عند نقط كتيره بس مبدئيا نقف عند نقطتين بس. النقطه الاولانيه مبادره لا للتعصب شيء رائع وشيء كويس ان احنا نلتف حوالين هدف، بس زي ما المهندس عادل قال الدكتور اشرف صبحي كوزير مشكورا جدا ومحمودا له انه يعمل هذه المبادره او هذه الدعوه خلينا نسميها بالتنسيق مع المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، لكن المتلقي وهو الجمهور هو اخر طرف ممكن تطالبوه انه ياخد قرار بعدم التعصب، لان هو تقريبا المكون الاخير في الموضوع، هو الضحيه، هو اللي تلقى كل التدخلات المعيبه والمسيئه من قبل مسؤولين، التجاوزات الفجه جدا، الخروقات اللي لا حد لها للقوانين، التشكيك والاساءه والتعريض لسمعه الناس والخوض في اعراض وليمه عشوائيات غير طبيعيه تبعتوه على السطح الرياضي في الفترات الطويله اللي فاتت. لو كان فيها قرارات حاسمه في كل الاتجاهات، ما بتكلمش في اتجاه واحد، ما كانش المتلقي اللي هو الجمهور وصلت به الحاله الى هذا المكون السلبي. السطح الاعلامي وما عليه، السطح الاعلامي وما عليه، اديكم شايفين كل التجاوزات اللي بتحصل. احنا لو عندنا تجاوزات بنستعد جدا للمحاسبه والمساءله، بس كمان عمم المساله على الكل، خلي دايما وابدا اكوادك الاعلاميه اللي احنا عرضناها اكتر من مره الكل حريص عليها يا باشمهندس، فانت لو عندك سطح اعلامي سليم وعندك مسؤوليه اداريه حاسمه وناجزه المتلقي او الجمهور مش هيكون عنده مشكله خالص. مؤكد مؤكد لو انت بتعلم ابنك هذا الكلام هيطلع انسان سوي. لا بيتعلمه الغل وبيتعلمه انه على طول طالما انه ما بيكسبش يبقى في حد بيظلمه. هيطلع هذا الشعور بالظلم ويلازمه، مش بس في ماتشات الرياضه ده، ممكن في الامتحان يقول لك شفت بقى الامتحان وحظي ومش على طول هيلوم حاجه غير نفسه، مش هيعمل اللي عليه. انت سالتني على دلالات موضوع يعني القرار بتاع احمد، هو له دلالات كتيره جدا بس ده مش وقتها، انما لازم ده يتحلل صح. ايه اهمها؟ اهمها ان كل البطولات اللي اتلعبت الفتره اللي فاتت كانت محل جدل بصنع او بفعل فعل، بفعل فعل واضح، ولا بطوله مشيت بهدوء ولا حد مشي بهدوء وضحايا كثيره واضح انهم سقطوا وكان معاهم الحق. ولما كنا بننبه لهذا الكلام يعني كان الناس بتاخدها في سكه يعني حاجات شخصيه، اصل ده عشان ما بيكسبش، اصل ده عشان بيكسب. ايوه فاهم، شوف اللي ما بيكسبش هيحاول يتحجج شويه، ايوه، لكن الامين مع نفسه بينكافئ على اسبابه ويعالجها. اذا فضلت تلوم اللي حواليك والظروف خلاص انت حر عيش في الدور ده. لكن احمد هي بس اللي انا عايز اقوله ان العداله البطيئه ظلم فادح. صحيح، لان وراها تداعيات. انت لو كنت انت خدت القرار ده في شهرين ثلاثه معاك مستنداتك، معاك كانت حاجات كتير جدا اتظبطت اخر سنه على الاقل. انما تبقى مستشعر ان كل شيء، خلينا في التفاصيل، انا عندي تفاصيل كتير عايز اعلق عليها في هذا الشأن، لان الاتحاد الافريقي وهو يملك نجوم من اعظم نجوم العالم النهارده يعاملوا باعلى قدر من الاحترام، بعضهم ينافس باستمرار على افضل لاعب في العالم، يستحق اداره كرويه افضل. الاتحاد المصري نفس الشيء، عنده اقوى مسابقه بتفرز ان ثلاث انديه بيوصلوا الى هذه المراحل المتقدمه في البطولات الافريقيه، يبقى ده افراز دوري. صحيح. شوف في تفاصيل كتير مش عايزين نضيع، لان بكره في حاجه، في حدث